كنشكر اولا قناه ام ار او 24 اللي هي قناه موجهه للجاليه المغربيه المقيمه في الخارج. وهاد 24 هذه عجبتني لانها بحال قلت يعني القناه اللي هي العين التي لا تنام، يعني 24 ساعه على 24 ساعه. هذا الشيء كيفرح، وكنشكركم على هذا الاهتمام بالجاليه، هذا شيء محبب من طرفنا حنا ومن طرف كذلك الحكومه المغربيه. هذه مهمة، نتمنى لكم التوفيق في هذه المهمة ديالكم. بالنسبة لي أنا شخصيا، أنا كنت أول مرة دخلت لوزارة الخارجية في عام 1988 على إثر مباراة، اجتياز مباراة. بعد ذلك خدمت في القنصلية المغربية في بونتواز في ضواحي باريس لمدة 7 سنوات. ثم اول احتكاك ديالي مع الجاليه المغربيه ومع العمل القنصلي في الخارج، اللي هو بطبيعه الحال كيختلف عن العمل داخل في الداخل، يعني في المصلحه المركزيه. ثم بعد ذلك التحقت بالمصلحه المركزيه مديريه الموظفين، ثم مديريه الشؤون الماليه والتجهيزات. بعد ذلك عوده الى فرنسا في كورسيكا، قنصليه ديال باستيا، قنصليه المملكه المغربيه بباستيا، سنة 2002. بقيت فيها حتى 2006. من بعدها تم الانتقال ديالي لنقلي للقنصلية المغربية بأنفيرس ببلجيكا. ثم بعد ذلك في سنة 2010 التحقت بالإدارة المركزية، يعني دوزت، يعني خدمت عاود في مديرية الشؤون القنصلية. أنا كنت دائما مع الشؤون القنصلية من نهار بديت يعني لاكاريير ديالي في وزارة الخارجية. وجيت للقنصليه المملكه المغربيه باورليان في الجهه ديال الوسط في فرنسا، اللي دوزت فيها سنتان. ومن بعد يعني توفقت انه نكون نحصل على هذا المنصب ديال القنصل العام في المملكه المغربيه باوتريخت في 2014، يعني من شتنبر 2014 بديت هنا في هذا المكتب، هذا في هذه القنصليه. اليومين هذا تسجل تقريبا عندنا 57 ألف مواطن مغربي اللي تابعين لهذه الدائرة القنصلية. الأغلبية ديالهم كانوا تابعين للدائرة ديال أمستردام. بالنسبة للقنصلية المغربية بأوتريخت، بمجرد ما تم الإعلان يعني علمتنا وزارة الخارجية والتعاون على أنه ننظموا هذه العملية ونفتحوا مكتب خاص داخل القنصلية لتلقي طلبات التسجيل في اللوائح، يعني المراجعة ديال اللوائح الانتخابية. فتحنا مكتب داخل القنصلية وعطينا مثلا، درنا واحد الإعلان ووجهناه للجمعيات كذلك. وبالإضافة إلى هذا، أي مواطن كيدخل القنصلية إلا وكيتخبر، يعني بلا ما يقرا مثلا، حنا كنخبروه بأنه راه هناك عملية ديال، يعني فتحنا باب ديال التسجيل، يعني في المراجعه ديال التسجيل في اللوائح الانتخابيه. وكان هناك واحد الاهتمام بالنسبه لنا حنا، يعني كقنصليه ديال اوتريخت كان هناك اهتمام ديال المواطنين. اضافه الى هذا، حتى بعض المواطنين اللي كيشكوا بانهم واش مسجلين ولا لا، كان حنا في المكتب اللي خصصناه تتم المراجعه في الانترنت، كيفتح الانترنت كنتبعوا معاه لي ديمارش، يعني هذه المسطره كذا، حتى كنتاكدوا واش مسجل ولا ما مسجلش. ملي كيتسجل كنعطيو كاع الناس نسخه من البطاقه ديالو، من ديك الشهاده ديال التسجيل بانه راه مسجل، والجامعه او المكتب ديال التصويت اللي مسجل فيه. يعني كانت هناك واحد الاقبال من عند المواطنين. المفهوم ديال القنصل بالنسبة للمغرب، أن هناك الظاهر ديال 1969، ثم كذلك المرسوم ديال 1970 اللي كينظم اختصاصات ديال الأعوان الدبلوماسيين والقناصل العاملين بالخارج، يعني عطى واحد الدور يعني محدد للقنصل. يعني كان هناك يعني كيتمثل في بعض واحد مجموعة من الاختصاصات كيمارسها، منها تسليم وثائق التعريف كالجواز، البطاقة، الحالة المدنية إلى آخره. ولكن مع الوقت، مع مر الوقت، يعني الجالية كتسع، يعني استقرت الجالية، لأنه ما بقيناش كنهضروا على نفس الجالية ديال السبعينات، يعني ولينا كنهضروا على جالية أخرى دابا مستقرة، عندها يعني بل أنها عندها كاع
الجنسيه ديال الدوله التي يقيم فيها. بالتالي ملي كنهضروا على الحمايه القنصليه مثلا هنا بين قوسين، لانه في الدوله ديالو هنا، والا مشى للمغرب راه في الدوله ديالو. ولكن على كل حال حنا من الواجب ديالنا نطلب منا مثلا اي وثيقه او لا اي مساعده ولا اي حاجه، لا بد حنا كنقدموها ليه باعتباره انه راه باقي مغربي، وانه الجنسيه المغربيه راه ما كتسقط شيء، راه ديما كتبقى يعني دائما عند المواطن المغربي، وبالتالي تنبقاو حنا ديما في الخدمه ديالو. بالنسبه للدور ديال السفير، السفير هو ممثل صاحب الجلاله في الدوله، هو اللي عنده الصفه التمثيليه. القنصل هذيك الصفه التمثيليه كتقتصر فقط على الدائره القنصليه ديالو هو ولا تتعداها، بينما السفير هو الممثل ديال الدوله، وبالتالي فهو الملجا الاخير للمهاجر المغربي المقيم في الديار يعني في الخارج. سبحان الله، الا ما كان مثلا القنصل قدر باش يحل لي هذاك المشكل ديالو مثلا، تيبقى ليه الملجا الاخير هو السيد السفير. بالمناسبة أنا غادي نقول لكم بأنه في هذا الوقت، في هذه الظروف الحالية اللي فيها القنصلية المغربية بأوتريخت، حنا بصدد إحداث شبكة بتعاون مع الإخوان. حنا كانت عندنا غير فكرة أنها نشجعها، إحداث شبكات الكفاءات المغربية الهولندية. والحمد لله راهم اتفقوا دابا في الاجتماعات، داز ثاني اجتماع في إطار يعني تكوين الإعداد لتكوين هذه الجمعية، اللي هي نتمناو لها كل التوفيق في المهام ديالها، واللي غادي تعتبر قنطره ورافعه كذلك للتنميه بالنسبه للمغرب. الكفاءات يعني المغربيه الموجوده في الدائره القنصليه ديال اوتريخت كلها هي مدعوه للمساهمه في هذا العمل، اللي هو يعني احنا وحتى كذلك المغرب يعني كنتمناو عوالين عليه يعني باش يقوم بواحد الدور مهم بزاف. اللي كنلاحظ داخل القنصليه على الاقل ديال اوتريخت ان هناك واحد المجموعه من الجمعيات، وهناك تقارب وهناك تقاطع في العمل، ولكن ما كانش هناك تنسيق. يعني كاينين مغاربه تبارك الله هنا كثير، ولكن القوه ديالهم ما كتمثلهمش، ما كيمثلوش هذيك القوه. دونك اللي ما حنا اللي بغينا هو ان هذه الجاليه يكون عندها الصوت ديالها يتسمع، وما ممكنش يتسمع الا ما اتحدت شيء. الهدف من هذه الشبكه هو توحيد الاطر المغربيه، وماشي غير الاطر، لان هذه الشبكه مفتوحه كذلك لجميع المغاربه، لان حنا كنعتبروا اي مواطن مغربي كفء في واحد الميدان ديالو، من غير ما يكون عنده دبلوم راه كفء يقدر يقدم. كاينين هناك اشخاص خدموا في المجال يعني الاجتماعي مع المصالح الهولنديه سنين، واكتسبوا خبره وتجربه، حنا محتاجين لهم. حنا عندنا مثلا بالنسبه للجاليه ديالنا عندها مشاكل، اولى انه يكون مغربي لانه غيفهمهم، وما حنا هادشي اللي بغينا. حنا بغينا يكون عندنا واحد يعني التعاون وتعاضد داخل يعني الجاليه المغربيه بنفسها.